كون الطاف حليم والبيتنا نعود وينصب زادنا وعباس موجود وافتر فوقهم مثل الحمامة ويوزع ماي عبد الله العمامة وجاسم يرجع يمن السوق شادود كون الطاف حليم والبيتنا نعود. شو تقول؟ غبار مني التعب والهم وسهام تقعدين يحلم بحيث لينجريح بالطيف يقعث ثوب وانا قعده مثيل طشي البذور دمه بخيت القليل امه معام قد ما كيلها عم تصيح الخيمه تقيل لي يا عمه الله الله الخيمه تقيل لي يا عمه اخوي دلي السهم عينه لما انحاكي تسكينا ذب كل الرماح عليه ولذب نظره ليسكينا الله الله لذب نظره ليسكينا الله مشاهد تحبس الانفاس اللي غامض يقعد بلا راس الله وبالخيمة ولا عباس لا خيمة اللي تندل درب الخيام ولا عبد الله حاول يقدر ينام نعم شو تقول له السيدة زينب؟ عم اضحك وصبغي الليل بضحكتك باكري موادع يا بعد عيون عمتك تدري مين يخلص الليل قماطك بحافر الخيل ينسحيل وتفارقي شفافك بسيمتك عم اضحك وصبغي الليل بضحكتك